بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة يوم سعيد جدا ليا على المستوى الشخصي ان انا اكون مع حضراتكم النهاردة واحنا بنسلم عقود مشروع سكن كل المصريين، المبادرة الرئاسية العظيمة اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلينا استعرض مع حضراتكم رقم مهم جدا اتقال. احنا في خلال اقل من 10 سنوات بنينا او خلصنا وبنخلص وبنسلم من 1.5 مليون وحدة سكنية. نقدر نقول ان 85% او 90% منهم في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدود الدخل واسكان بديل للعشوائيات وتحديدا المناطق الغير امنة. لكن خلينا نتكلم عن الرقم 1.5 مليون وحدة سكنية. لو انا بضرب في متوسط ما بين 4 إلى 5 أفراد في الأسرة، يعني احنا بنتكلم ان احنا حلينا مشكلة اسكان لعدد في حدود من 6 إلى 7.5 مليون مواطن مصري في خلال فترة زمنية الحمد لله بكل المقاييس فترة تعتبر فترة قصيرة بالمقارنة باللي اتبنى على مدار 36 سنة قبلهم. الكلام ده لأن قضية الإسكان كانت أحد أهم مشاكل الدولة المصرية وأكثرها حدة، وكانت دايما حلم لأي شاب إن هو يحصل على وحدة. الحمد لله النهاردة بهذه الوحدات اللي احنا شايفينها كنموذج في مدينة حدائق العاصمة، يعني احنا بنحقق حلم لشبابنا ان يبقى آمن في ان هو بيقدر ياخد المأوى او السكن المناسب ليه اللي يعيش بيه. ومش مجرد شقة، احنا بنتكلم على مكان على بعضه، منطقة على بعضها، مدينة كاملة بتنبض بالحياة فيها كل الخدمات، مناطق ترفيهية، مناطق خضراء، مدارس، مستشفيات، محلات، خدمات. ويمكن هنا مدينة حدائق العاصمة كمدينة من مدن الجيل الرابع كمان بتتميز ان وسائل النقل الجماعي وصل لها من اول يوم، يعني عندنا هنا القطر الكهربائي الخفيف بيخدم هذه المدينة، وبالتالي يعني يقدر اي مواطن بيسكن هنا ينتقل ويروح لاي حتة في اطار القاهرة الكبرى بسهولة ويسر. هي دي اللي احنا بنسميها جودة الحياة للمواطن المصري. فالحقيقة احنا كدولة النهاردة ده واجبنا ان احنا نستمر في هذا البرنامج، ويمكن كان توجيه فخامة الرئيس الاستمرار بقوة في تنفيذ هذا البرنامج العظيم، مبادرة سكن كل المصريين. وعشان كده انا وجهت السيد وزير الاسكان والسيدة رئيسة صندوق الاجتماعي الاسكان الاجتماعي ان احنا نركز الفترة الجاية على اضافة عدد، نقدر نقول يعني انا مش عايز احلم ولكن عايز اقول بسرعة ان احنا عدد مماثل للعدد اللي تنفذ ده جوه حدائق العاصمة. بس حدائق العاصمة فيها 100,000 وحدة، منهم 93,000 لسكن اجتماعي وللشباب والمحدود الدخل، وال7,000 الباقيين لمتوسط الدخل. فياريت ان احنا ننفذ مشروع مماثل بسرعة جدا هنا بنفس المدة القياسية اللي نفذنا بيها هذا المشروع في خلال 3 سنين، لان الطلب اعتقد الطلب كبير جدا 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 على هذه الوحدات. كل الوحدات دي زي ما بلغوني متباعة، وبالتالي انا بتكلم هنا على حدائق العاصمة، يعني الطلب عليها طلب كبير، وبالتالي ده بيدينا مؤشر ايجابي قد ايه الشباب المصري النهاردة بيحب ان يخرج برا القلب القاهرة المخنوق المكتظ بالسكان، طالما انه شايف اماكن افضل للسكنة ومناطق فعلا بتوفر جودة حياة. هو دي رسالتنا، ان احنا نحل المشكلة ونبادر بان يكون هناك حلول، لان لا حل لقضية الزيادة السكانية غير الخروج وتعمير الاراضي الصحراوية والانطلاق من خلالها لتنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبيرة. انا بهني حضراتكم جميعا وربنا يبارك لكم في الوحدات السكنيه اللي انتوا خدتوها، حافظوا عليها، لان الدوله الحقيقه دعم هذه الوحدات دعم غير مسبوق ودعم كبير جدا. حضراتكم عارفين القيمه الحقيقيه السوقيه لهذه النوعيه من الوحدات، ولكن احنا الحمد لله بنوفرها من خلال اليات دعم نقدي وتمويل ميسر على فترات زمنية طويلة وبسعر أقل بكتير جدا من سعر تكلفتها، لأن هو ده مهمة الدولة المصرية في توفير سكن ملائم لكل فئات الدخل. زي ما مركزين على هذا النوعية من المشروعات، نفس المدينة حدائق العاصمة فيها مشروعات شراكة مع القطاع الخاص. واحد من أكبر المشروعات اللي بدخل النهاردة بتتنفذ على مستوى الجمهورية موجود في هذه المدينة، ومشروعات أخرى مع القطاع الخاص. فإحنا من خلال هذه النوعية من التنمية بنوفر كل أنواع الإسكان
لكل فئات المجتمع في مصر. ومرة أخرى أنا بشكر كل القائمين على هذا المشروع، الجهد الكبير اللي هم بيعملوه، وربنا يبارك لكم في الوحدات بتاعتكم. وإن شاء الله في الفترة القادمة أسعد بأن احنا نسلم عقود إسكان أخرى في أماكن أخرى. وشكرا لحضراتكم.